السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو خفيف وسهل، هنعمل 3 انواع من العصير. هنعمل 2 سموزي، سموزي الكيوي وسموزي الفراولة، وهنعمل كمان عصير البرتقال بالجزر. بما ان احنا في الشتاء يعني، وعلشان يعني كورونا والحاجات دي، فطبعا اجسامنا محتاجة فيتامين سي عالي، لأولادنا في الامتحانات كمان، بالذات الفترة دي فترة اختلاط وكده. اول حاجة هنبدأ بيها هو عصير البرتقال بالجزر. عندي عصير برتقال فريش، وعندي كمان جزر مسلوق متقطع ومسلوق، وعندي للتحلية عسل ابيض، او ممكن نستخدم سكر ابيض عادي، بس طبعا العسل مستحب ويكون احسن، بالذات لو عندنا اطفال وكده. وعندنا كمان كيس من نكهة البرتقال البودر. وهنشوف بقى هنعمل ايه. في شفشق الخلاط هنزل بالمكونات بتاعتي، هنزل بالجزر وعليه عصير البرتقال فريش، وعليهم العسل الأبيض. انا هنا هضيف طبعا ميه، لو انتي حابه ما تضيفيش ميه وعايزه العصير بتاعك مركز، ده براحتك. هضيف كمان هنا نكهة البرتقال البودر، بتديله لون حلو وبتديله طعم حلو كمان. وهضرب المكونات دي كلها في الخلاط مع بعض. زي ما قلت لك، لو مش حابه تضيفي ميه هتخلي بالك بس من كميه العسل او كميه السكر اللي انتي بتحطيها، لان البرتقال اصلا مسكر والجزر كمان عندي مسكر. خلصت العصير بتاعي، هصبه بقى وهنشوف النوع التاني اللي احنا هنعمله. ده سموزي الفراولة، هستخدم فيه حليب او لبن، وهستخدم كمان بودرة الايس كريم، ده بودرة ايس كريم فانيليا، بديل عن الكريم شانتيه باودر، ما كانش عندي كريم شانتيه باودر فاستخدمت بودرة الايس كريم. وعندي فراولة فريش، وعندي مية، وعندي عسل للتحلية. برضو هحط المكونات بتاعتي كلها في الخلاط وهضربهم كويس جدا. ممكن تستخدمي بدل الحليب او اللبن تستخدمي كريمة خف، او تستخدمي خليط من كريمة الخف واللبن، بس في الحالة دي مش هتستخدمي بقى لا بودرة ايس كريم فانيليا ولا هتستخدمي كريم شانتيه باودر. كريمة الخف او بودرة او الكريم شانتيه باودر او بودرة الايس كريم بتديني نكهة حلوة قوي للسموزي بتاعي، وبتديني يعني طعم الكافيهات شوية. هضرب المكونات كلها مع بعض وهصب السموزي بتاعي. تالت نوع هنعمل الكيوي بالليمون والنعناع. بس الاول حابه اوريكي طريقه تقشير للكيوي، حلوه جدا هتعجبك ان شاء الله، وهتعتمديها. طريقه سهله قوي قوي نقشر بيها الكيوي، بما ان يعني تقشيره رخم وكده. وعندي كمان نعناع اخضر ناشف فريش قصدي، وعندي ليمون، وعندي كمان لبن باودر وعسل ابيض للتحليه. اللبن البودر هو اللي بيديني الفوم، او الفوم او اللون الابيض للعصير اللي احنا بنشوفه في الكافيهات. بشيل الجزئين اللي من فوق واللي من تحت، وبجيب معلقة صغيرة، بخلي وش المعلقة ناحية الكيوي وظهر المعلقة ناحية القشرة، وبحاول ادخلها بين القشرة وبين الكيوي بالراحة خالص خالص، وحاولي انها ما تتقطعش منك. هي سهلة يعني ما تقلقوش، اول ما هتدخلوا المعلقة هتلاقوها دخلت معاكم بسهولة جدا. وابتدي بقى الف المعلقة مع واحدة الكيوي بالراحة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هي بتتلف بسهولة جدا شايفين، اهم حاجة بس يعني ايه ما تتقطعش مني. لو عصلجت معايا احاول احركها بالراحة خالص. شايفين السهولة، طلعت بسهولة جدا جدا. واحدة الكيوي عندي ما اتبهدلتش وزي ما هي. اوريك واحدة تانية. بشيل الحتة اللي من فوق واللي من تحت،
وزي ما قلت بدخل المعلقة بحيث ظهر المعلقة يبقى ناحية القشرة ووش المعلقة يبقى ناحية الكيوي، والفها بالراحة خالص خالص بحيث ما تتقطعش مني. انا اتعمدت ان انا ما اسرعش المقطع علشان تشوفوه بالتفصيل، شايفين طلع بسهولة جدا جدا. ودلوقتي هقطع الكيوي بتاعي علشان نعمل العصير بتاعنا، هحط كل المكونات في شفشق الخلاط، الكيوي وعليهم المية وعليهم العسل الابيض واللبن البودر والنعناع، وكمان هنعصر عليهم الليمون. الكيوي يا جماعه او الفراوله او البرتقال كل دي فواكه فيها فيتامين سي عالي جدا، وهي طبعا متوفره بكثره اليومين دول، يعني كله موجود في السوق، الفراوله والبرتقال والكيوي كله موجود، بالذات ان احنا اولادنا دلوقتي في فترة امتحانات وفترة اختلاط، لازم تبقى المناعة عندهم قوية عشان كمان الكورونا عافانا الله واياكم. ودي عندي 3 انواع عصير في منتهى الجمال. جربوهم ان شاء الله يعجبوكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش لايك للفيديو وشير، وكمان اشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.